مدبولي يبحث فرص تصنيع طرازات ومنتجات جديدة من المركبات الخفيفة في مصر واستبدال المركبات التقليدية بأخرى تعمل بالكهرباء. شكري يستقبل المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية ويؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الإسرائيلية، والمسؤولة الأممية تشيد بدور مصر للحد من الأزمة في غزة. وتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واكتشاف مقبرة جماعية داخل مجمع ناصر الطبي بعد انسحاب قوات الاحتلال. 3:00 مساء بتوقيت القاهرة، 1:00 بتوقيت غرينتش. نشرة أخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مبنى مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد أيقونة العمران الحديث في مصر، والذي صمم بأيد مصرية وفقا لمعايير عالمية وتم إنجازه في وقت قياسي. وفي كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن اجتماع المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي ضمن مراحل الانتقال التدريجية وصولا إلى مرحلة الانتقال الكامل بعد التحقق والتيقن من كفاءة عمل جميع الأنظمة وكذلك البنية المعلوماتية لكل أجهزة المجلس. نستأنف اليوم جلسات مجلسنا الموقر وبكل فخر من تحت قبة مجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، ذلك المبنى الذي وصف عن حق أنه أيقونة العمران الحديث في مصر، والذي صمم بأيد مصرية وفقاً لمعايير عالمية وتم إنجازه في وقت قياسي. وهذا ليس بجديد على أبناء مصر الأوفياء، ومن حسن الطالع أن يكون للبرلمان المصري مكان في قلب العاصمة الإدارية كمكانته دوماً في قلب كل مواطن مصري. ويأتي مبنى البرلمان المصري الجديد رمزاً لحاضر ومستقبل مصر المتمدين من تاريخ عريق يشهد له القاصي قبل الداني في جميع أرجاء العالم. أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالدراسة المقدمة من قبل شركة المنصورة للسيارات حول المركبات الكهربائية الخفيفة، مشيرا إلى أن مثل هذه الدراسات تتماشى مع السياسة الحكومية لخفض الاعتماد على سيارات الوقود التقليدي ونشر مركبات الوقود النظيف بدلا منها. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع مسؤولي شركة المنصورة للسيارات لاستعراض خطط التوسع المستقبلية للشركة في السوق المصرية وفرص تصنيع طرازات ومنتجات جديدة في مصر. وأكد رئيس الوزراء دعمه الكامل لتنفيذ مثل هذه المشروعات حال ثبوت جدواها. وفي هذا السياق كلف مدبولي المجلس الأعلى للسيارات والوزارات المعنية بدراسة ما عرضته شركة المنصور للسيارات اليوم بشأن المركبة الكهربائية الخفيفة وموافاته في أسرع وقت بنتائج هذه الدراسة، تمهيدا لبحث الحوافز وسبل الدعم التي يمكن أن تقدمها الحكومة لهذا المشروع المهم. Thank you.
جدد وزير الخارجية سامح شكري التأكيد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين بغزة وإدخال المساعدات بصورة كاملة ووقف العنف واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. جاء ذلك خلال استقبال شكري المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، وحذر شكري من تداعيات الممارسات الإسرائيلية التي تهدد بتوسيع دائرة العنف وتؤثر على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها، مؤكدا مسؤولية المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الإسرائيلية. من جانبها أعربت المقررة الأممية عن أسفها واستنكارها لعدم قدرتها على القيام بزيارة ميدانية لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة حال الرفض الإسرائيلي دون إتمام مهمتها. وقدمت مقررة الأمم المتحدة الشكر لمصر على ما تقوم به من جهود لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ولدورها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات. بداية وبعد التحية دكتور أحمد، مصر تواصل جهودها الدؤوبة دائما واتصالاتها على كافة المستويات للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار. كيف تقيم دور مصر منذ اندلاع الأزمة في ظل تلك الجهود؟ تحياتي لك دينا ولكل مشاهدينك الكرام. في الواقع ان مصر تمثل يعني صمام الامام للقضيه الفلسطينيه، هي الداعم الاساسي ومنذ العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه منذ اكثر من 6 أشهر، ومصر تقريبا هي الدوله الوحيده التي تمثل حقيقه دعما كاملا للشعب الفلسطيني. وهذا التحرك المصري سار على 5 مسارات متوازيه، نعرف دائما المسار الانساني في اطار فقه اولويات الدوله المصريه في تخفيف المعاناه. بلغة الأرقام 87% من المساعدات التي قدمت إلى قطاع غزة هي مساعدات مصرية، عكس التلاحم بين الدولة المصرية والشعب المصري وتحالف التحالف الوطني العام الأهلي وحياة كريمة وغيرها. أيضا على هذا المسار سخرت مصر كل إمكانياتها، سواء مطار العريش ومنار العريش لاستقبال المساعدات. سعت أيضا على هذا المسار في مجلس الأمن الدولي لإصدار قرارات بإمتياز إدخال المساعدات، منها القرار 2728 وقبلها القرار 2720. أيضا هذا المسار حقيقة سار بالتوازي مع فقه أولويات الدولة المصرية في وقف نزيف الدم الفلسطيني، لأن الوقت من دم. وهو مصر أيضا هي الدولة الوحيدة التي رعت وبادرت في التوسط وقت إطلاق النار بين قوات الاحتلال بين الفصائل الفلسطينية من أجل وقت هذا العدوان. وأيضا بالتوازي مع هذا المسار الأمني أيضا مصر سعت إلى العمل على حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية، وضعت القضية الفلسطينية في نصابها الصحيح بعد أن كانت إسرائيل تحاول إجهاض والقضاء على ما تبقى منها وتوظيف ما حدث في 7 أكتوبر لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخططات التهجير القسري. حقيقة شكلت مصر حائط صد امام كل هذه الامور. هناك ايضا المسار الدولي، وهو الجهود المصريه في حجه الدعم الدولي للشعب الفلسطيني. وانا في اعتقادي ان لقاء الوزير شكري مع المقرات الامم المتحده المعنيه بحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينيه تاتي في الجهود المصريه المتواصله. نعم، وفي هذا الاطار يعني اكد اسرائيل وكشف جرائمها امام المجتمع الدولي. نعم، وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية سامح شكري مسؤولية المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الإسرائيلية. إلى أي مدى يعني تجاوزت إسرائيل كافة القرارات الدولية ولم تنفذ حتى الآن قرارات المجلس الأمن بخصوص وقف إطلاق النار في غزة؟ في الواقع ان ما تقوم به اسرائيل هي جرائم حرب، جرائم تصل الاباده الجماعيه، تمثل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وايضا تعد يعني انتهاكا لكل قرارات الامم المتحده. وبالطبع اسرائيل تحدث هذه القرارات ولم تنفذها، سواء على المسار الانساني في ادخال المساعدات او على مسار وقف اطلاق النار. انا في اعتقادي ان جزء من هذا التحدي الاسرائيلي ليس لقوه اسرائيل، وانما ايضا بسبب الازدواجيه في المواقف الدوليه، خاصه المواقف الامريكيه التي يعني تدعم اسرائيل على ارض الواقع وتزودها بالاسلحه وبالدعم وتستخدم الفيتو في مجلس الامن، كما راينا منذ ايام قليله عندما اجهضت امريكا مشروع قرار يمنح
فلسطين عضويه كامله في الامم المتحده. هذه الازدواجات الدوليه وهذا الدعم الغرب والدعم الامريكي لاسرائيل هو ما شجع حقيقه على تحدي المجتمع الدولي على التعنت على الاستمرار في جرائمها. وانا في اعتقاد ان هذا ينذر بتداعيات خطيره، وينذر ايضا ان استمرار هذا الصراع ينذر بانتقال شرائح الى المنطقه، وينذر بتصعيد اقليمي لن يكون في مصلحه احد، وهو ما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا. واكدت مصر على لسان السيسي ان القضيه الفلسطينيه هي مفتاح الامن والاستقرار في المنطقه، وبالتالي لابد يكون هناك جهود دوليه، وهو ما اكد عليه وزير شكري، لابد من جهود دوليه لادخال المساعدات، وقف العدوان، العمل لحل سياسي، لدعم الشعب الفلسطيني، لوقف اعتداءات الاسرائيليه والمستوطنين على الفلسطينيين. وانا في اعتقادي في ظل هذه الهجمه الاسرائيليه تمثل مصر حقيقه حائط صد وصمام امام في الدفاع عن القضيه الفلسطينيه على كافه المسارات السياسيه. وضحت الصوره دكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه بمركز الاهرام للدراسات، كنت معنا هاتفيا. قال الناطق باسم رئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا إن ما أقره مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار إلى إسرائيل هي أرقام تترجم على شكل آلاف الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكد أبوردينا أن الدعم الأمني الأمريكي تصعيد خطير وهو عدوان على الشعب الفلسطيني، مشددا على أن استقرار فلسطين هو المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة والعالم. واستنكر أبوردينا هذه الحزمة من المساعدات التي وافق عليها مجلس النواب الأمريكي ما يشكك في مصداقية الولايات المتحدة بالوصول إلى الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. استشهد 16 فلسطينيا على الأقل بينهم 9 أطفال جراء غارات نفذتها الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية استهدفت من خلالها العديد من المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة في اليوم 98 بعد المئة من الحرب الإسرائيلية على القطاع. وأعلن الدفاع المدني أنه انتشل جثث 50 شهيدا كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد دفنتهم بشكل جماعي داخل مجمع نصر الطبي في خان يونس، وبلغت حصيلة الشهداء في القطاع 34,097 شهيدا أغلبهم من الأطفال والنساء، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 76,980، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض منذ بدء الهجمات في 7 من شهر أكتوبر الماضي. استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على منازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. هذا ويستمر العدوان الإسرائيلي على القطاع المدمر للشهر السابع. يوما تلو الآخر يستشهد المئات في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي. يا رب صبرنا أفراج يا يما، يا رب الصبر من عندك يا رب. في مدينة رفح الفلسطينية استيقظ عشرات الفلسطينيين على فاجعة فقد أحبائهم وأفراد عائلتهم في قصف إسرائيلي جديد. يعني احنا بننام ونقول يا رب، يعني نستشهد كل يوم، احنا يعني كيف بنطلب الشهادة كل يوم؟ خلص يعني ما ضلش ان احنا يعني نقول ان احنا هنعيش ولا هذا، خلص بنقول الله يرحمنا قبل ما ننام، بنقول الله يرحم من اللي بنشوفه من اللي بنسمعه، الله يرحمنا برحمته يا رب. أصوات البكاء تعالت وشعور الألم والحسرة بات هو المسيطر على العائلات الفلسطينية وهم يودعون أحباءهم في مستشفى النجار فور وصول جثثهم. بعد ما ضلش إشي في ما ضلش إشي، ما ضل إشي، 7 شهور اندفحنا فيهم، انهلكنا فيهم، ما ضل إشي، بكتلوا في قاعدين إيش بنك الأهداف تاعنا، ما عملناش ولا حاجة، بنك الأهداف تاعه شو؟ شو بكتل في الأطفال؟ 4 سنوات و5 ايش سووا له هذول؟ هذول ايش سووا قاعدين في ارض لا في عندهم ضرب ولا عندهم طخ ولا عندهم ولا معهم سلاح ولا معهم ايش بده يسووا له؟ ايش سووا له؟ ايش لا قطعهم حسبنا الله ونعم الوكيل. صمد اهالي القطاع المدمر شهورا طويله يتشبثون بالارض والحياه، لم يعرفوا يوما للياس سبيلا رغم المحن والالام التي عايشوها طيله 7 اشهر منذ بدء العدوان. لديهم امال بسيطه تتمحور جميعها حول وقف العدوان وعودتهم لمنازلهم.
استشهد 14 فلسطينيا خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما استشهد سائق سيارة إسعاف وهو في طريقه لإجلاء جرحى أصيبوا خلال هجوم منفصل شنه مستوطنون. ونفذت القوات الإسرائيلية مداهمة موسعة في منطقة نور شمس بالقرب من مدينة طول كرم الفلسطينية. عم الإضراب محافظات الضفة الغربية تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في مخيم نور شمس بمحافظة طول كرم. وشمل الإضراب إغلاق المدارس والجامعات والمحلات التجارية وسط دعوات الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب، كما شهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط، وتم إغلاق المصانع والمعامل، فيما تعطلت البنوك والمصارف. وأعلن اتحاد المعلمين إضرابا شاملا في كافة المدارس ومديريات التربية. حذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الولايات المتحدة من أن فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي يتجاوز الخطوط الحمراء، فيما قال بيني جانتس عضو مجلس الحرب، قال إن فرض عقوبات أمريكية على وحدة بالجيش الإسرائيلي سابقة خطيرة. وكان موقع أكسيوس الأمريكي قد نقل عن مصادر أمريكية أنه يتوقع أن تفرض وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على إحدى كتائب الجيش الإسرائيلي على ضوء انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وبموجب العقوبات سيحظر على الكتيبة الاستفادة من تلقي أي نوع من المساعدات أو التدريب العسكري الأمريكي. غزة اتدمرت، ما بقاليش حاجة. شدد مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة عائد ياغي على أهمية وقف الإبادة الجمعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني، وفتح جميع المعابر البرية والسماح بإدخال المساعدات بشكل طبيعي وحر دون أي عوائق. وكان مدير جمعية الإغاثة قد أعلن في وقت سابق أن مجمع الشفاء الطبية خرج عن الخدمة تماما وتحول من أكبر مجمع ومستشفى يقدم خدمته الطبية للمرضى في قطاع غزة إلى مقبرة جماعية ومركز لانتشار الأوبئة، ولا توجد إمكانية الآن لإعادة تشغيله. أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن مواصلة إسرائيل لأعمالها العدائية في غزة يعوق تدفق المساعدات الإغاثية لسكان القطاع. وقال إن الأمم المتحدة اشترت 30 شاحنة بما يقرب من 3.5 مليون دولار لتعزيز توصيل المساعدات بعد تضرر معظم الشاحنات التي تنقل المساعدات في القطاع منذ بداية الحرب. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأعمال العدائية المتواصلة في غزة والطرق المدمرة والقذائف غير المنفجرة المنتشرة تمثل مخاطر كبيرة على العاملين في المجال الإنساني.
بعد نزوحهم من شمال قطاع غزة إثر القصف الإسرائيلي المستمر، يعاود الفلسطينيون النزوح من رفح الفلسطينية إلى شمال القطاع المدمر. ويتعرض العديد من الفلسطينيين إلى الاستهداف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال رحلة العودة أو النزوح. عودة للديار أم هي رحلة نزوح أخرى من مدينة رفح الفلسطينية إلى شمال القطاع المدمر؟ هكذا يتساءل الفلسطينيون. رحلة صعبة وشاقة يجبر عليها الفلسطينيون مرة أخرى للعودة إلى منازلهم، فمن استطاع الهروب من القصف اعترضه جنود الاحتلال الإسرائيلي واعتدوا عليه بالضرب والترهيب، وفور وصولهم إلى منازلهم المدمرة ورغم تغير معالمها جراء القصف الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي، جلس آلاف الفلسطينيين على الأنقاض بعيون يملأها الدموع. هاي بيتي المتبقى، جزء بسيط من بيتي مش قادرة أصله، يعني لو نفسي أطلع أخذ أي شغلة بسيطة من بيتي، آخر نظرة على بيتي، آخر يعني حلمي منهدم. حجم الدمار الهائل الذي حل بمدن القطاع لا يمكن وصفها، مشاهد قاسية على الأهالي النازحين الذي فقدوا أهاليهم وأحبائهم تحت أنقاض المنازل المدمرة. ما فيش كلام، خلاص الصورة بتعبر، حد مش قادر يتكلم، مش عارف إيش يتذكر، إيش ذكريات حلوة. آخر مرة نظر على البيت مش قادر حتى أصل البيت، مش عارف مكان بيتي وين بالضبط، يعني بتطلع أحدد شكلي، مش ملهاش ملامح. أسابنا على الكلمة، لآخر لحظة عندي عمل يصير وقف إطلاق نار وأرجع بيتي، وصار وقت يعني ما سحب بعد ما راح البيت، يعني أي قهر بمعنى الكلمة. شعور الفقد بات هو المسيطر على الأجواء في القطاع، فلم يتبقى سوى حجارة تشهد بأن هناك كان حياة. لا حضر، حتى بجيب ابني في المنشر كان في البلكونة، بس أصلح ابني يلبسوها. قلت عشان تنفر، من وين اجيب لهم اواعي؟ من وين اجيب لهم انا؟ راح كل عفشه وراح كل بيت، راح تعبنا وشقانا. برج 35 شقه راحت، 35 شقه تتشردت، وين بدهم يروحوا الناس؟ حسبي الله ونعم الوكيل. تعبنا وشقانا، ملك بعد 20 سنه 13 سنه اللي سكن فيه، اول من بنى البرج حيطانه بعشقها، روح فيه. اهلي ماتوا، زي ما عيطت على امي بحرقه قلبي، حيطت على بيتي. بيتي قطعة مني، واحد من أولادي، بيتي مملكتي أنا أولادي، 10 تنفار معي وأنا أروح فيهم. كانت غرفة أولادي، إله مكتب، وابني ابني لسه رجع توجيه جديد وبده يتعلم، كل كتبه تدمرت، أولادي وبنتي الثانية وغرفتها كلها تدمرت، لسه كله جديد، والله جديد، عفشهم بالتقصير. من وين بدي أسده؟ وبقلوب معلقة بين أمنيات السلام والوقف الفوري لألم الحرب، يحاول الفلسطينيون التعايش مع واقعهم الأليم. اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحة المسجد الأقصى اليوم بحماية شرطة الاحتلال. وقالت مصادر فلسطينية إن نحو 110 مستوطنين اقتحموا باحة المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية، في حين شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى. أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تشن حربا شاملة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. وقال الهباش إن تصاعد هذا العدوان الإسرائيلي يأتي بعد 4 مرات استخدمت فيها الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد الفيتو في مجلس الأمن ضد فلسطين والحقوق الفلسطينية. وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول من خلال الحرب تنفيذ عمليات إبادة جماعية في قطاع غزة، وأن إسرائيل تستهدف إيصال الشعب الفلسطيني إلى حالة من اليأس وفقدان الأمل.
أرسلت باكستان الدفعة الثامنة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أوضحت الخارجية الباكستانية أن المساعدات تتكون من 400 طن من الخيام والأغذية والأدوية والأغطية، حيث سيتم شحنها إلى مصر قبل تسليمها إلى غزة عن طريق الهلال الأحمر المصري. وأكدت باكستان التزامها بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأهالي قطاع غزة. هذا وتواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. وفي هذا الإطار تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري. يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة، ذلك بالإضافة لدخول شاحنات الوقود من أجل تشغيل المرافق الحيوية خاصة الصحية داخل القطاع. كما يواصل المعبر استقبال الجرحى والمصابين لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية. المزيد حول حركة دخول المساعدات عبر معبر رفح البري يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، نرحب بحضراتكم من أمام معبر رفح البري لمتابعة الجهود المصرية المبذولة في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء داخل قطاع غزة. هذا المجهود المصري الذي لم يتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بتجهيز عدد كبير من المساعدات التي تدخل تباعا. دعوني أنقل لكم اليوم الصورة بدءا من بداية التحرك من مدينة العريش ومرورا بمدينة الشيخ زويد حتى وصولا إلى معبر رفح البرية. عدد كبير من الشاحنات المصطفى على جانبي الطريق لا حصر لها، وهذا يؤكد المجهود الكبير الذي أشاد به المسؤولين الأمميين وأيضا تحدثت عنه المؤسسات الدولية المختلفة. وكان آخر ما تحدث عن هذا المجهود المصري الكبير وزير الخارجية التركي خلال لقائه أمس بنظيره المصري السفير سامح شكري، أشاد بالدور المصري المحوري في إدخال المساعدات الإنسانية المختلفة، وهذا ما يتجسد من خلال الشاحنات الموجودة التي تدخل تباعا إلى معبر رفح بها عدد من المساعدات الغذائية المختلفة. نتحدث عن أنه بداية من بداية شهر أبريل وحتى أمس 20 أبريل تم دخول 3315 شاحنة مساعدات إنسانية بها عدد من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 105 شاحنة من شاحنات الوقود. هذا بالإضافة إلى أن هيئة الإسعاف المصرية لازالت تستقبل الجرحى والمصابين بعلاجهم وتقديم الخدمة الصحية الأولية داخل المعبر، ثم أيضا الانتقال إلى المستشفيات المصرية المختلفة لتقديم الخدمات الصحية لهم. إذن مجهودات مصرية كبيرة لا تتوقف على مدار الساعة في دخول شاحنات المساعدات الغذائية والطبية وأيضا استقبال الجرحى والمصابين. كل هذه الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل الدعم والمساندة للأشقاء داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة من أمام معبر رفح البري، والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. أهلا بكم من جديد. استضافت السفارة المصرية لدى لبنان اجتماعات سفراء الدول السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة أعضاء اللجنة الخماسية حول لبنان مع عدد من الكتل النيابية اللبنانية. كما استضافت السفارة المصرية اجتماعا تشاوريا لسفراء الدول الخمس للتباحث في نتائج الاجتماعات المكثفة مع مختلف الأحزاب السياسية والكتل النيابية. وتسعى مصر بالتعاون مع أعضاء اللجنة الخماسية إلى سرعة
إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان واستكمال المؤسسات الدستورية والمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية وزراعة الفاو من خطر المجاعة الذي يخيم على السودان والنقص الحاد في التمويل، فيما يواجه عدد كبير من المزارعين صعوبة في الوصول إلى أراضيهم. من جهته قال مدير مكتب الطوارئ بالمنظمة إن الصراع هو المحرك الرئيسي لأزمة الغذاء، مشيرا إلى أن الوضع صعب حتى في المناطق التي تتمتع ببعض الأمان والتي تقع في الخطوط الأمنية أمامية لتغير المناخ. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية النقابة عن التدافع المحموم داخل البيت الأبيض على مدار 19 يوما لتجنب حرب شاملة في الشرق الأوسط واحتواء التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران. وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريق الأمن القومي التابع له راقب بقلق متزايد إطلاق إيران عددا من الطائرات المسيرة والصواريخ في هجوم مباشر على إسرائيل لم يسبق له مثيل. وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم من أن تؤدي الضربة الإسرائيلية إلى هجمات ضد المواقع الأمريكية في العراق وسوريا. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن منطقة الشرق الأوسط باتت على حافة الهاوية، وذلك في إشارة إلى التصعيد المتبادل بين إيران وإسرائيل. ودعا غوتيريش إلى وقف دائرة الانتقام في المنطقة قائلا إن حادثة واحدة من إساءة التقدير أو سوء الفهم يمكن أن تؤدي إلى صراع إقليمي واسع يعود بعواقب مدمرة على جميع المنخرطين فيه وبقية العالم. وأدان الأمين العام التصعيد المتمثل في الهجوم الواسع من إيران على إسرائيل قبل أيام، ثم الرد الإسرائيلي على إيران والهجوم على مدينة أصفهان، ومن قبله أيضا الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من الشهر الحالي. أعربت الخارجية الكورية الجنوبية عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، داعية جميع الأطراف المعنية إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة. وأدانت الخارجية الكورية الجنوبية الأعمال التي أدت إلى الانفجارات الأخيرة في إيران وأي تحرك يؤدي إلى تصاعد التوتر الإقليمي، بما في ذلك الانفجار الذي وقع في إيران مؤخرا. عبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي عن ترحيبه بإقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون خاص بالمساعدات العسكرية لبلاده، وقال إن المساعدات ستنقذ الأرواح وتضع ما سماه بالنهاية العادلة للحرب مع روسيا. وكتب زيلنسكي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، كتب أن هذا القرار يبقي التاريخ على المسار الصحيح. المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان أمر من شأنه أن يعمق الأزمة في أنحاء العالم. هكذا كان رد فعل روسيا على التشريع الأمريكي الذي نص على تقديم مساعدات، تشريع أقره مجلس النواب الأمريكي بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. الحزمة التشريعية بلغت قيمتها 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك على الرغم من اعتراضات قوية من بعض الجمهوريين. وبموافقة المجلس انتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية الذي أقر إجراء مماثلا قبل أكثر من شهرين. وحث زعماء أمريكيون من الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى ميتش ماكونيل أبرز سيناتور جمهوري بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، حثوا جميعا على طرح مشروعات القوانين للتصويت. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الحزمة خلال أيام ويرفعها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها لتصبح قانونا. وتوفر مشاريع القوانين 60 مليار و840 مليون دولار لأوكرانيا و26 مليار دولار لإسرائيل، بما في ذلك 9 مليارات و100 مليون دولار للاحتياجات الإنسانية و8 مليارات و120 مليار دولار لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بما في ذلك تايوان.
وعلى الفور عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه لواشنطن قائلا إن المشرعين الأمريكيين تحركوا لإبقاء التاريخ على المسار الصحيح وذلك على حد وصفه. كما رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ وقادة أوروبيون بالقرار، بينما اعتبرت موسكو إقرار حزمة المساعدات الأمريكية سيضر أوكرانيا ويؤدي لمزيد من القتلى. ذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنها ستناقش مع الولايات المتحدة كيفية استخدام التمويل المقدم للجزيرة ضمن حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار معظمها مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل. وأضافت وزارة الدفاع التايوانية أنها ستنسق استخدامات الميزانية ذات الصلة مع الولايات المتحدة من خلال آليات التبادل القائمة، وستعمل جاهدة على تعزيز قدرات الاستعداد القتالي لضمان الأمن القومي والسلام والاستقرار في مضيق تايوان. أكد وزير الدفاع اليوناني نيكاس دينديس أن بلاده بحاجة إلى مواصلة تطوير الدفاعات الجوية على خلفية الحرب الأوكرانية والتطورات في منطقة الشرق الأوسط. وقال وزير الدفاع اليوناني أن التدريبات الجوية متعددة الجنسيات التي شاركت فيها 8 دول إلى جانب اليونان ساعدت في تعزيز قدرات المشاركين. وذكرت السلطات اليونانية أنها ستتجنب الانجرار بعمق إلى صراع الشرق الأوسط الأوسع. ذكرت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أنها جمعت 15 مليون دولار في شهر مارس بزيادة كبيرة عن الشهر السابق. ويتراجع ترامب باستمرار عن الرئيس الديمقراطي جو بايدن في جمع التبرعات، بينما يستعدان للمواجهة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 من شهر نوفمبر. ولم يتضح من إفصاحه المالي المقدم إلى لجنة الانتخابات الاتحادية ما إذا كان ترامب قد حقق أي تفوق في معركة جمع التبرعات. وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه جمع ما يقرب من 11 مليون دولار في شهر فبراير. أعلنت شرطة منفس الأمريكية مقتل شخصين على الأقل وإصابة 14 آخرين في عملية إطلاق نار خلال حفلة بمنطقة سكنية بالمدينة الواقعة بولاية تنيسي. وذكرت الشرطة أن 3 من المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات في حالة حرجة، بينما وصل 11 آخرون إلى أقسام الطوارئ في سيارات خاصة. وأشارت الشرطة إلى أن هذه الحفلة التي حضرها ما يقرب من 200 إلى 300 شخص أقيمت دون تصريح. صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حوادث إطلاق النار في المدارس على مدى 25 عاما في الولايات المتحدة بلغت أكثر من 400 حالة وعرضت حياة أكثر من 370 ألف طالب لما سماه أهوال العنف المسلح. وتحيي الولايات المتحدة ذكرى مرور 25 عاما على حادثة مدرسة كولومبيا الثانوية التي راح ضحيتها 12 طالبا ومعلما واحدا وإصابة 20 آخرين على يد طالبين مسلحين. كما شدد بايدن على أن إدارته ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة، مضيفا أنه يجب على الكونغرس أن يقوم بدوره ويحظر الأسلحة الهجومية ومخازن الذخيرة ذات السعة العالية. هذا وقامت إدارة بايدن بإنشاء أول مكتب لمنع العنف المسلح بالبيت الأبيض بإشراف نائبة الرئيس كامالا هاريس. My administration is working to $3.4 billion. أعلنت وزارة الدفاع اليابانية انتشال صندوقين الأسودين عقب حادث تحطم طائرتي هليكوبتر تابعتين لقوات الدفاع الذاتية قبل ساعات، وأدى الحادث إلى مقتل 1 على الأقل من أفراد الطاقمين وعددهما 8 بوقع 4 على متن كل طائرة. ووقع الحادث عندما كانت الطائرتين على بعد حوالي 270 كيلومترا شرق جزيرة توريشيما
في المحيط الهادي. وأضافت الوزارة أن عملية البحث عن الأشخاص السبعة المفقودين في أعقاب الحادث ما زالت جارية، موضحة أنه سيتم تحليل البيانات من مسجلات الصوت التي عثر عليها. تنظم البلدات ذات الأغلبية الصربية في شمال كوسوفو استفتاء بشأن إقصاء رؤساء البلديات الألبان الذين انتخبوا قبل عام بمشاركة لم تتجاوز نسبتها 3%. ومن المتوقع أن تدعو رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني إلى انتخابات جديدة في حال تفوقت نسبة المؤيدين لإقالة رؤساء البلديات. وكان رؤساء البلديات الذين يطالهم الاستفتاء قد انتخبوا في أبريل من عام 2023 في اقتراع قاطعه صرب كوسوفو، وخرجوا في احتجاجات لمنع أعضاء المجالس الجدد من ممارسة مهامهم. عبرت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو عن دعمها أدموندو غونزاليس أوروتيا الذي سمي بديلا لها لمواجهة الرئيس نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 من يوليو المقبل. وأظهرت استطلاعات الرأي تقدم ماتشادو لتمثيل المعارضة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية لعام 2024، لكن الحكومة أعلنت عدم أهليتها. وصادقت المعارضة البنزولية على ترشيح أدموندو غونزاليس أوروتيا لخوض الانتخابات الرئاسية بدلا من ماتشادو. ويعتبر دعم ماتشادو لأدموندو غونزاليس أوروتيا ضروريا لأنها شخصية المعارضة الأكثر شعبية في فنزويلا. نظمت جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية قافلة تنموية شاملة في قرية كفر سعدون بمركز قطور بمحافظة الغربية. شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 956 حالة من خلال 13 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان، إضافة إلى تقديم الخدمات البيطرية وإجراء اختبارات محو الأمية ل 15 مواطنا. الحكومه طلعت من الجامعه فيها تخصصات كتير، احنا تخصصنا جراحه عظام، بنستقبل المرضى عندنا هنا وكشفنا عليهم، كشفنا على عدد كبير من المرضى، بنكتب لهم العلاج مجاني المتوفر هنا في القافله، والحالات اللي بنلاقيها محتاجه انها تعمل اشعاعات او تعمل اي تدخل جراحي فبنحولها عندنا على العياده او على المستشفى الجامعه بحيث ان احنا نكمل لها الاجراءات بتاعتها هناك وتعمل العمليات بتاعتها او الاشعه بتاعتها. احنا جينا من بدري في تنظيم في حياه كريمه، بنشكرهم جدا على تنظيم النهارده اليوم، وبنشكر على تواجد النهارده بشكل فعال جدا، وما شاء الله الفريق بشكل منظم جدا النهارده. بنشكر كل الدكاتره اللي حضروا من النهارده، بنشكر على جميع الاقسام اللي كانت موجوده عندنا وتقديم الخدمه بالمجان، سواء الكشف بالمجان على المرضى او صرف ايضا العلاج بالمجان. قافله طبيه مكونه من 13 عياده غير العياده البيطريه، واحنا جايين من الغربيه، واحنا جايين من طنطا النهارده من الساعه 8 الصبح في تنظيم العيادات. والله انا جبت والدتي وجيت وكشفنا وخدنا علاج والعلاج مجانا والدنيا زي الفل وكله تمام التمام. كشف على عيني وقالوا لي الجامعه نكشف لك ان كان عليها ميه ولا حاجه نعملها لك. كشفت المسالة البوليه ورمض والكشف كويس خالص وخدنا العلاج وتمام التمام يعني كله تمام. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اختفاء سرير من الفضة ضمن مقتنيات متحف قصر محمد علي بالمنيل. أكدت وزارة السياحة أن السرير المذكور متواجد بالفعل بالمتحف ويعد من أهم التحف الفنية التي لا تقدر بثمن نظرا لكونه من الفضة الخالصة وتميزه بجمال الزخارف والنقوش.
تعمل الحكومة على الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمصنع السويس لمشتقات الميثانول بدمياط، وخلال تفقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الأعمال الإنشائية لمصنع السويس لمشتقات الميثانول بدمياط، أكد أهمية الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يعد إضافة لصناعة البتروكيماويات المصرية. هذا وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجاري تنفيذه 140 ألف طن سنويا مقسمة إلى 21 ألف طن سنويا من اليوريا، ويقام المشروع على مساحة 100 ألف متر مربع وباستثمارات تصل إلى 120 مليون دولار. انطلقت فعالية مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة، وتستمر فعالية المهرجان حتى 25 من إبريل الجاري بمشاركة 76 فيلما ضمن مختلف برامج المهرجان من أكثر من دولة حول العالم. واختارت إدارة المهرجانات دولة تونس كضيفة شرف المهرجان. أنا بشوف إنها دورة شديدة الثراء والتميز. السنة دي عندنا لأول مرة دولة ضيفة شرف هي دولة تونس الشقيقة. بنكرم دولة تونس وبنكرم منها يعني صناع سينما مهمين جدا، نجمة هند صبري والمونتيرة كهنة عطية، وعندنا برنامج للأفلام التونسية القصيرة، وعندنا ندوة عن سينما المرأة في تونس. كمان عندنا السنة دي برنامج للأفلام السودانية القصيرة وبرنامج للأفلام الفلسطينية القصيرة، وعندنا ندوة عن مشروع أفلام من المسافة صفر اللي أطلقه المخرج الفلسطيني الكبير رشيد مشهراوي. ده غير مسابقة الأفلام الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة ومسابقة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورو متوسطي ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة الورش. الحمد لله البرنامج الفني للمهرجان شديد التنوع. عندنا تكريمات مصرية مهمة، عندنا المخرجة هالة خليل، الدكتورة منى الصبان أستاذة المونتاج، عندنا النجمة غادة عادل. بشوف أنه المهرجان السنة دي الحمد لله فيه ثراء وتنوع. ده التكريم الثاني من إنجازاتي لأن أنا أسست هذه المدرسة، يعني بسبب ده سبب التكريم بتاعي. يعني دي اول مره احضر مهرجان اسوان، اللي سمعت عنه كثير وكان صدى جدا جدا جميل، فكان مشرف بالنسبه لي ان اكون عضو لجنه التحكيم هذه السنه في هذه السنه المهرجانيه. طبعا اجواء النيليه والاجواء الجميله، الرياح الطيبه، القلوب الطيبه، والناس بصراحه شفت اجواء يعني بعيدا عن الفن موجود الانسان، أصدقائي اللي شفتهم من مدة طويلة لم ألتقي فيهم، فأنا فرحان وأشكركم على هذه الدعوة، وأشكر مهرجان أسوان وأشكر أسوان نفسها على هذا الجو اللطيف والجميل. استفدت كتير أنا، يعني هو مهرجان أسوان كان من أهم الأشياء اللي حطتني في التراك أني أفهم الشغلانة، أني أشتغل. سنة دي أنا بشتغل في أفلام مع مخرجين. أنا الطالبة أنيا من روسيا، سعيدة جدا بزيارتي الأولى لجمهورية مصر العربية، خاصة أني بدأت الزيارة للقاهرة ومكثت بها يومين، وأردت التعرف على ثقافة الشعب المصري خاصة في أسوان التي وصلت إليها اليوم لأتمتع بطبيعتها الخلابة. وشعرت بالسعادة الغامرة عندما زرت اليوم رمز الصداقة المصرية السوفيتية. My name is Guzel and I'm from Russia. اسمي جوزي ومن روسيا. حضرت إلى أسوان لمشاهدة المهرجان الدولي لأفلام المرأة. هي المرة الأولى التي أحضر فيها لمصر العظيمة، وأتمنى بالطبع الحضور مرة أخرى. وأما عن الشعب المصري فإنه كريم ومضياف. And I hope to visit it again. وختم نشرة الثالثة هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها. مدبولي يبحث فرص تصنيع طرازات ومنتجات جديدة من المركبات الخفيفة في مصر واستبدال المركبات التقليدية بأخرى تعمل بالكهرباء. شكري يستقبل المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية ويؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الإسرائيلية، والمسؤولة الأممية تشيد بدور مصر للحد من الأزمة في غزة. تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واكتشف مقبرة جماعية داخل مجمع نصر الطبية بعد انسحاب قوات الاحتلال. وصلنا مع حضراتكم لختام نشرة الثالثة، إلى اللقاء.